السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد صباحكم كل خير مشاهدينا الكرام وأيضا مستمعينا عبر الأثير. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج الصباح رباح. في حلقتنا اليوم راح نتابع فيها عدد من الفقرات والفعاليات، والبداية مع أبرز العناوين. العمل الجماعي أساس نجاح المشاريع. أضرار وفوائد مادة الكافيين على الصحة. ومن ضمن فقراتنا من حول العالم راح نتابع سعر الأرز في أعلى مستويات له منذ 15 عام. بيوت الطين التقليدية في شمال سوريا مهددة بالاندثار. شفنا الإعلانات لإكسبو الدوحة تزين كورنيش الدوحة، واللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة تعقد اجتماع المشاركين الدوليين، وذلك للاطلاع على آخر الاستعدادات والتجهيزات والتحضيرات في مختلف اللجان التنظيمية. نتابع. بحضور ممثلي الدول المشاركة وممثلي مختلف الجهات والمؤسسات، عقدت اللجنة المنظمة لإكسبو الدوحة 2023 اجتماع المشاركين الدوليين، وذلك للإطلاع على آخر الاستعدادات والتجهيزات وتحضيرات مختلف اللجان التنظيمية لإكسبو 2023 الدوحة، الذي سيشهد مشاركة أكثر من 80 دولة، وتقدم من خلاله المعارض الدولية والاستعراضات الثقافية والتراثية والاجتماعية والفنية التي ستستضيفها المناطق المختلفة في المعرض. الاجتماع اليوم كان حول نقطتين: النقطة الأولى الإجراءات التنظيمية واللوجستية للإكسبو الذي سوف يفتتح في 3 أسابيع تقريباً، والهدف الآخر زيارتهم للموقع ورؤيتهم مدى استعدادات دولة قطر لاستضافة واحد من أهم الإكسبوز في العالم. ما يميزه أنه أول مرة يعقد هذا الإكسبو في مناخ صحراوي. ويأتي هذا الاجتماع مع اقتراب موعد انطلاق المعرض، الذي يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على التزام دولة قطر بالاستدامة ومكافحة التغير المناخي،
كما أن هذا المعرض يعزز التعاون العالمي ويساهم في توسيع نطاق الحوار العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، إذ إن موضوعاته تتمحور حول الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي، بالإضافة إلى الورش العلمية والمؤتمرات التي ستكون إرثاً للدولة وللعالم أجمع في هذا المجال. أما الآن تعرف على سؤالنا التفاعل اللي تم طرحه يوم أمس على إنستغرام قناة ريان، ما هو الطعام الذي لا تمل من أكله دائما؟ من تعرف على تفاعلاتكم خلال سياق الحلقة وأولى فقراتنا الصحفي المحلية وأبرز ما جاء فيها من أخبار بصوت الزميلة فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يستقبل بمكتبه في قصر لوسيل دولة السيد عبد الحميد محمد لدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا شقيقة، ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها ومستجدات الأوضاع في ليبيا. من جهة أخرى، عقد سموه جلسة مباحثات رسمية مع دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يصدر القانون رقم 15 لسنة 2023 بتنظيم الخدمات البريدية، وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية. أندية مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان تواصل برامجها وفعالياتها المتنوعة التي تغطي اهتمامات منتسبي النوادي النهارية من كبار السن، مثل تنظيم المحاضرات الدينية والاجتماعية. اكتمال الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي ينظمه مجلس الشورى يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري بفندق شيراتون الدوحة. ننتقل إلى صحيفة الراية. مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية تتوجه إلى المملكة المغربية الشقيقة للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية. الهلال الأحمر القطري يعلن تخصيص 1,000,000 ريال من صندوق الإغاثة العاجلة لتوفير الاحتياجات الضرورية كالمواد غير الغذائية من خيام وبطانيات ومواد نظافة شخصية وبعض المواد الغذائية والصحية للمتضررين من الزلزال. سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي يشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الترابية والغبار الذي يقام في العاصمة الإيرانية طهران. جاليري المرخية يستعد للمشاركة في معرض مينارات فير 2023 في باريس هذا العام بهدف تحفيز حوارات ثقافية جديدة وتسليط الضوء على المشهد الفني المعاصر في قطر. إلى صحيفة الوطن. اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة تنظم اجتماع المفوضين العامين لأقسام الدول المشاركة في المعرض بهدف التنسيق للحدث العالمي الكبير وتأكيد التزام المشاركين من جميع أنحاء العالم. الدكتور صفوان المصري عميد جامعة جورج تاون في قطر يفتتح مختبر الابتكار الجديد الذي يعد إضافة مهمة إلى الموارد الأكاديمية للجامعة وخطوة على طريق مستقبل التعليم العالي. مكتب وكيل جامعة حمد بن خليفة يفوز بجائزة كاتاليست لعام 2023 المقدمة من شركة أنثولوجي عن فئة التقييم والفعالية المؤسسية، وذلك تقديراً لجهود الجامعة المبتكرة في تطبيق أساليب التقييم المختلفة. بطلنا في الإسكواش عبد الله التميمي يتأهل إلى الدور الثاني ببطولة كيو تيرمينالز قطر كلاسيك للإسكواش 2023 بعد تحقيقه الفوز على الفرنسي لوكاس سيرمي بثلاثة أشواط نظيفة ضمن منافسات الدور الأول للبطولة. إلى صحيفة العرب. الفرق الميدانية لجمعية قطر الخيرية تباشر تقديم الإغاثة العاجلة لمتضرري الزلزال الذي ضرب المغرب
بتوزيع مساعدات شملت مياه الشرب والبطانيات والوجبات الساخنة. الدكتور عون العتوم عميد كلية تكنولوجيا الهندسة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا يكشف عن انتهاء الجامعة من إنشاء مبنى جديد تابع لكلية تكنولوجيا الهندسة بهدف تدريب الفنيين والتقنيين على مستوى الدولة. إدارة شؤون الطلاب في جامعة قطر تفتح باب استقبال طلبات الطلبة لتغيير التخصص الرئيس والفرعي والتقديم على التخصص الفرعي لفصل ربيع 2024 حتى 21 من سبتمبر الجاري. غرفة قطر تعزز التعاون مع المنظمة الدولية للفرنكفونية، وذلك في اجتماع عقده السيد عبد الله بن محمد العمادي عضو مجلس إدارة الغرفة مع الممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. الخطوط الجوية القطرية تبرم اتفاقية الرمز المشترك مع خطوط تشايمن الجوية الصينية، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية 35 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية. بورصة قطر ومؤسسة مورغان ستانلي العالمية تنظمان ندوة توضيحية مخصصة للشركات المدرجة في البورصة بهدف مساعدتها في فهم منهجية التصنيف التي يقوم عليها مؤشر بورصة قطر للشركات المستدامة. قطر للسياحة تعلن اختيار البطل الأولمبي في الوثب العالي معتز برشم سفيراً جديداً لعلامتها التجارية لتمثيل التراث الثقافي الغني لبلدنا الحبيب وتسليط الضوء على الفعاليات العالمية الرائدة. الجمعية العمومية للاتحاد الأسيوي لكرة الطاولة توافق على تعيين علي سلطان المفتاح الأمين العام المساعد للاتحاد القطري للعبة في منصب الأمين العام المساعد للاتحاد الأسيوي. وإلى أولى مواضيعنا الحوارية، والعمل الجماعي هو أساس نجاح أي مشروع، وهو مهم للغاية في أي مؤسسة أيا كان مجال عملها. فالعمل ضمن فريق يمكن المؤسسات من إنجاز العمل بشكل أفضل وأسرع. اليوم نتكلم عن العمل الجماعي وأهميته في حياة الأفراد والمؤسسات، وأيضا ستناول أبرز المهارات للعمل الجماعي. معنا اليوم الأستاذة فاطمة عبد الله الصوفي مدربة مهارات حياتية وإدارية. صباحك الله بالخير. صباح النور عزيزتي. يا هلا ومرحبا فيك. في البداية أعطينا فكرة عن أهمية العمل الجماعي. طبعا في البداية يسعدني تواجدي معكم اليوم، وأشكر قناة الريان على هذه الاستضافة الجميلة. لا شكرا. وردا على سؤالك أختي حنان، العمل الجماعي في البداية هو عبارة عن تعاون مشترك ما بين الأفراد في تحقيق هدف مشترك لتحقيق مصلحة العمل. وهذا يندرج كله تحت أن الأهمية جدا مهمة في بيئات العمل، أن الأشخاص العاملين في هذه المجموعات أو المنظمات يكون لديهم فكر معين عن العمل الاجتماعي، العمل الجماعي. فالأهمية جدا مهمة أنها تعزز الإبداع والابتكار وحل المشكلات. أيضا أثبتت الدراسات أن العمل الجماعي في مجموعات أكثر يعطي أكثر إنتاجية وكفاءة وجودة في تحقيق الأهداف المشتركة. يمكن هاي يعتمد على المجموعات، يعني أنت مختار مجموعتك ومختار مجموعتك. نعم. يمكن في مهارات معينة لازم تكون في كل أفراد الفريق، وأحس أنه دائماً يكون دائماً في مجموعة دائماً يكون في ليدر لهم أو رئيس لهم. نعم. سواء نوضع أو تم الاتفاق عليه حتى لو بشكل ضمني. نعم. اللي يعملون في العمل الجماعي لازم يمتلكون بعض المهارات، أو يعني خلينا نقول تقريبا المهارات المهمة عشان يتمكنون من تحقيق الهدف المنشود. لازم يكون لديهم مهارة التفكير النقدي والبناء عشان يقدرون يحطون بعض المقترحات وبعض الحلول اللي تكون هدفها الأساسي تحقيق الهدف المنشود. كما لابد أن يمتلكون مهارة الالتزام والمسؤولية والتعاون، ويعني يكون لديهم قدرات عالية في مهارات التواصل الفعال فيما بينهم عشان يقدرون أن هم يوصلون للهدف الأساسي. طيب شنو الأكثر التحديات اللي ممكن تواجه فريق العمل؟ طبعا في كل بيئة عمل هناك تحديات، ولكن أنا بختصرها لك في بعض النقاط لأن هي ما شاء الله كثيرة يعني، ولكن أهمها أن هناك تحدث صراعات دائمة بين الأفراد،
ولكن هذه التحديات ممكن احنا نحلها، ممكن احنا نحط لها خطوات ان احنا نقلل من التحديات هذه. كما يوجد هناك تحديات في ان هناك عدم تبادل المعلومات والخبرات بين الافراد. ليش؟ لان لما يقل التواصل ما بين هؤلاء لا يستطيع الشخص ان هو يعطي ابديت كامل على المعلومات التي يمتلكها يعني. ويمكن توزيع المهارات طبعاً وايد مهم. طبعاً إدارة الوقت وتوزيع المهام جداً مهم في هذه الموضوع يعني العمل الجماعي. طيب إحنا يمكن الحين قاعد نتكلم عن نقول خلينا نقول عن فريق إلى حد ما يعني مثالي. نعم. خلينا نقول إذا أنت وضعت في فريق عمل يعني مش أنت اخترته، يعني ممكن خلينا نقول مثلاً في مدرسة أو في جامعة. في أحد يبي يشتغل، في أحد ما يبي يشتغل، والأمانة دائما أنا مش مع إذا كنا فريق عمل أن أنت دائما تروح حق اللي أعلى سواء مدرس أو مسؤول أنك تشكيهم. نعم. أنك لازم تحلوا مشاكلكم. نعم. في هذه الحالة يجب على الأشخاص أو الأفراد أنهم يكون عندهم مرونة، لديهم مرونة على عشان أنهم يوصلون للهدف. لازم هناك تحفيز، هناك بث روح المعنوية ما بينهم، لازم يكون في مثل ما تقولين أنشطة وتمارين تقوي هذه المهارات من خلال العمل، تشجيع البعض، تعزيز المهارات، نحاول انهم نعطيهم مهارة الابتكار والإبداع بحيث ان هم يعني يوصلون للهدف الأساسي اللي هم ناويين عليه. أستاذة، تقدمين دورات خاصة بالعمل الجماعي، ورش، تعطينا بعض محاورها؟ اي نعم، أنا أقمت عديد من الورش العمل الجماعي في عدة جهات ومراكز ومؤسسات. طبعاً تكون الفئة المستهدفة من هذه الورشة اللي هم الشباب والفتيات، وأيضاً للكادر الوظيفي في المراكز. طبعاً محاور الورشة نتعرف في البداية على مفهوم العمل الجماعي، نناقش بعض الأساسيات في العمل الجماعي، نتحدث عن البروتوكول، بروتوكول العمل الجماعي، أيضا الأهداف والأساسيات. كلمة أخيرة ودك توجهينها حق الأشخاص اللي الآن ضمن فريق، سواء راضين عنه شلون يقدرون يطلعون فريقهم للليفل أعلى منه، أو يعني مستائين إلى حد ما ويحاولون يحسنون منه. لازم الكل يعرف أن العمل الجماعي مفتاح أساسي في بيئة العمل، لهذا على الجميع أنه هو يحرص على أنه يمتلك مهارة العمل الجماعي عشان يحسن ويطور من مهارات ذاته يعني. بإذن الله. شكراً فاطمة عبد الله الصوفي، مدربة حياة مهارات حياتية وإدارية. شكراً لوجودك معنا. الله يعافيك. والآن مشاهدينا نترككم مع بعض الفعاليات ونلتقيكم بعد الفاصل. تدري ولا ما تدري؟ تدري ان معظم الغبار الموجود في المنزل عبارة عن خلايا ميتة؟ الغبار الموجود في المنازل يحتوي في المتوسط على 9000 نوع مختلف من الجراثيم، وان انواع البكتيريا والفطريات تتنوع بناء على المنطقة اللي يقع فيها المنزل ومن يعيشون فيه ومدى وجود حيوانات أليفة به. وتدري ان الغبار يحتوي على عثة الغبار، واللي تفضل الفراش والسجاد كبيئة خصبة لها، هذا لجانب العفن وقشرة الرأس وشعر الحيوانات الأليفة.
ما كنا ندري. ورحب فيكم جديد مشاهدينا ومستمعينا، ما زلنا معكم في برنامج صباح رباح، ووصلنا معكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي. وسؤالنا لحلقة اليوم الذي تم طرحه يوم أمس عبر انستغرام قناة ريان: ما هو الطعام الذي لا تمل من أكله دائما؟ خلينا نشوف معاكم تفاعلاتكم. الخضار والفاكهة، منتجات الأجبان، البرجر ورق العنب، سمك مقلي، مكبوس دياي، باستا، مكسرات وبطاطس، بامية، الأجبان بكل أنواعها، الشيبس، مضبي، أندومي، حبيت الفيس، رز ودجاج، كبسة ربيان، البامية، البامية تكرر معنا اليوم، بانكيك، سلطات. اليوم على موضوع الأكل والتفاعلات، الكبسة بعد. أي طعام مفضل يتم أكله بشكل دائم يومي يسبب الملل؟ في عالم تملل يمكن من الأكل إذا تكرر، وفي عالم لا إذا تحب نوع معين. الحين مشاهدينا خلينا ننتقل معكم إلى ملتقى دورة التعلم في بناء المجتمع اللي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية. تفاصيل أوفى مع زميلة حنان. صباح الخير يا حنان. صباحك الله بالخير زميلتي خلود، ويا هلا ومرحبا فيكم مشاهدين ومستمعين قناة الريان، حياكم الله في برنامجكم الصباح رباح. مشاهدين اليوم وانا متواجدة معكم في فندق ماندرين أورينتال لتغطية الملتقى اللي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تحت عنوان دور التعليم في بناء المجتمع، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية، واللي يصادف 8 سبتمبر في كل عام بعد أن أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والتعليم أو العلم في اليونسكو منذ عام 1966 بهدف تسليط الضوء على أهمية محو الأمية. وطبعا مشاهدينا لتفاصيل أكثر في هذا الموضوع تعطيناها ضيفتي الأستاذة الجاز العنزي رئيس فريق الاتصال في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. يعطيك ألف عافية أستاذة الجازي. في البداية صباحك الله بالنور، في البداية لو تعطيني فكرة عامة عن هذا الملتقى وأيضا الهدف منه. اليوم تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة هذه الفعالية بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية. تهدف الفعالية للتوعية بأهمية التعليم وتقليل نسبة الأمية في المجتمع، ونسلط الضوء على جهود الوزارة في دعم الأسرة والأفراد والأسرة مما يساهم في بناء مجتمع واعي. طيب لو نتكلم عن الشعار لهذا العام مثل ما ذكرنا المشاهدين دور التعليم في بناء المجتمع، ليش تم اختيار هذا المسمى أو شنو دلالاته؟ طبعا كلنا نعرف أن التعليم دور كبير في تطوير المهارات والمعرفة لدى الأفراد والأسرة، والتعليم دور كبير في تمكين وتحفيز الابتكار والتفكير، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتفاهم بين أفراد المجتمع، وبالتالي يكون له أثر إيجابي في تنمية المجتمع وزيادة الوعي وتطوير الحياة. يعطيك ألف عافية أستاذة الجازي العنزي رئيس فريق الاتصال في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. ومشاهدينا حبيت بعد أزيد شوي معلومات أكثر. مثل ما نعرف يشارك في هالملتقى بجانب الوزارة كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة التعليم في فوق الجميع ومنظمة اليونسكو. ومن ضمن هذا السياق فقد ساهمت دولة قطر في إنشاء العديد من المراكز التعليم لمحو الأمية. طبعا مشاهدينا كل التوفيق لهم. هذا كل اللي كان عندي اليوم، خلونا الحين نرجع لكم استديو الصباح رباح. شكرا حنان، نشكر ضيفتك الكريمة. أما الآن مشاهدينا إلى مختارات من حول العالم، ونبدأها مع المغرب. الله يلطف فيهم إن شاء الله ويخفف عنهم ويرحم موتاهم، حيث يتقاطرون المغاربة للتبرع بالدم لجرحى الزلزال. خلنا نتابع. ولكن لما كنت شيء واحد
الله يلطف فيهم إن شاء الله. وإلى الهند وسعر الأرز في أعلى مستويات له منذ 15 عام تابع. पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूं उसके अंदर दे दे बोल दिया आपको أتوقع سبت تفاعلاتكم أو ردودكم على سؤال أمس الطعام المفضل لك كان يمكن 3 ردود الكبسة وأحد قال العيش والدياي، فهذا سبب ارتفاع العيش. خلنا ننتقل معكم إلى شمال سوريا حيث أصبحت بيوت الطين التقليدية مهددة بالاندثار. خمسة بعد معارك دفعته إلى النزوح في 2013 عاد محمود المحيلج عام 2021 إلى قريته أم عمودة الكبيرة في ريف حلب الشرقي ليجد بيوتها الطينية التي تعود هندستها المعمارية إلى آلاف السنين غير قابلة للسكن. كان عدد سكان هذه القرية بحدود 3500 نسمة، 3000-3500، عدد البيوت الطينية بحدود 150-200 بيت. وقرية أم عمودة الكبيرة واحدة من عدة قرى معروفة ببيوت الطين في محافظة حلب، وباتت اليوم مهددة بالاندثار. عم تندثر وانت شايف شلون صفت خرابات، يعني مهدمة نتيجة انه الناس بالفترة الأخيرة التجأت لعمار الحديث الحجر والبلوك من ناحية، وناحية ثانية نتيجة هالنزوح على مبعدها من هون انهملت. هي كان لازم يعني تطين أقل شيء كل سنتين ترجع تترمم تطين هذا من فوق مشان المطر، مشان نتيجة الرياح والمطر تصير عليها تعريف فتطين. فحاليا ما موجود أهل تطينة. وفي قرية حقلة المجاورة يتحسر جمال العلي على منازل طينية نشأ فيها، لكن باتت اليوم تخلو من أي متطلبات العيش ولا تصلها إمدادات الكهرباء والمياه. نحن عايشين بيوت الطين والحد خلقنا بالطين وعايشين بالطين، بالشتاء دفا وبالصيف برودة، ونحمد الله ونشكره. هذا أساسنا، من أساسنا كنا ساكنين فيه، وفي مي كان، في كهرباء، في كذا، هلق ما في شيء. وبنيت هذه المنازل من خليط من التراب والتبن والقش والمياه، وجراء موجات النزوح الضخمة فقدت البيوت الطينية حتى معماريها. كانت هذه أخبارنا من حول العالم. نروح معكم فاصل قصير ونشوفكم من بعدها، لا تروحون بعيد.
أرحب فيكم جديد مشاهدينا ومستمعينا. واختتمت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات ممثلة بحاضنة الأعمال الرقمية النسخة الرابعة من مسابقة مخيم البرمجة كود كامب 2023، وأعلنت أسماء الفائزين في المخيم الذين قدموا أفكارا جديدة في البرمجة تعود بقيمة اجتماعية واقتصادية على المجتمع. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بحاضنة الأعمال الرقمية النسخة الرابعة من مسابقة مخيم البرمجة كود كامب 2023، وأعلنت أسماء الفائزين بالمخيم الذين قدموا أفكاراً جديدة في البرمجة تعود بقيمة اجتماعية واقتصادية على المجتمع. جرت فعالية مخيم البرمجة في أسباير زون من 7 إلى 9 سبتمبر، وذلك لتوفير فرصة فريدة للشركات الناشئة ومبرمجي الكمبيوتر ومحللي الأعمال ومطوري البرمجيات في قطر والعالم لمشاركة مهاراتهم وإبداعاتهم في تعزيز بيئة الأعمال الرقمية في قطر. وتناول المخيم في نسخته الرابعة 3 محاور رئيسية، أولها تطويع البرمجة في خدمة التنمية البشرية، وذلك بهدف تمكين الأفراد من اكتساب مهارات تقنية وغرس مهارات الحاسوب وحل المشكلات باستخدام لغات البرمجة. أما المحور الثاني فركز على التنمية البيئية وتقديم التطبيقات والبرمجيات التقنية التي تساهم في حماية البيئة ومراقبة التلوث وإدارة استهلاك الطاقة وتطوير حلول لإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز الوعي بقضايا البيئة عبر التطبيقات التثقيفية ومنصات التوعية. فيما تناول المحور الثالث التحول الرقمي ومدى مساهمة البرمجة في دعم عصر الرقمنة والدفع نحو التحول والابتكار، وذلك باعتماد التقنيات الرقمية والحلول التقنية والذكاء الاصطناعي. وإلى موضوع آخر، والكافيين هي مادة تدخل في الكثير من الأغذية والمشروبات بالإضافة إلى القهوة. من تعرف على مادة الكافيين فوائدها وأضرارها الكميات المسموح فيها يوميا، موضوع معنا راح نتكلم عنه مع الأستاذة غادة الموسوي أخصائية تغذية من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. صباح الله بالخير. صباح الله بالنور. يا هلا مرحبا فيك. يمكن في البداية قلت الأضرار والفوائد، يمكن دائما احنا نعرف أنها لها أضرار ومع ذلك يعني هي جزء من يومنا، فشنو مادة الكافيين؟ يعني شوفي أنت مثل ما ذكرتي أن أضرار وفوائد، دائما الفكرة المنتشرة عن الكافيين أنه شيء مضر، بتشوفين الناس وايد لما يحاولون أنهم يتبعون أي نظام صحي يقولون لك إحنا وقفنا الكافيين. الكافيين مادة طبيعية تساعد أنها مثل ما تقولين تصحيج تنشط، فهي بالعكس يعني فوائدها معروفة. بنفس الوقت أكيد الإفراط هو اللي عندنا مشكلة منه في الكافيين. مثلاً أنت كنت قاعدة لسبب ما سهرتي وايد، ما قدرتي أن ترقدين الساعات الكافية، تميتي حاسة الصبح أن أنت نعسانة تبين ترقدين. الكافيين لما تأخذينه خلال ساعة تقريباً رح يعطيك الشعور أو يعطيك الطاقة اللي أنت محتاجتها ينشطك عشان تقدرين تكملين خلينا نقول الفترة الصباحية على الأقل. حلو. طيب معناتها في خلينا نقول ليميت معين أو يعني حد معين يفضل أن ما نتعدى تقريبا؟ يعني نقول تقريبا 400 ميلي جرام هذا الحد الآمن لاستهلاك الكافيين. يعني على حسب طبعا محتوى القهوة، لأن أكيد أنت عارفين أن الشاي فيه كمية كافيين معينة، القهوة فيها بحسب أنواعها. فبشكل عام إحنا نقول 4 أكواب قهوة في اليوم، يعني هاي أبسط شرح. طيب في أطعمة فيها كافيين مثل إيش؟ عادة الشوكولات أكثر شيء يتكلمون عنه الناس أنه فيه طبعا محتوى موجود الكافيين، لكن الأشياء الثانية مثلا عندك الغازيات مثل المشروبات الغازية البيبسي كولا، هاي الأشياء يكون فيها طبعا شوية كافيين مو بوايد. والمشروبات غالبا هي اللي أكثر شيء يكون فيها، القهوة الشاي بأنواعهم. طيب نرجع حق موضوع المشروبات، إيش قد مثلا مهم أن إذا بناخذ الكافيين ناخذه بطريقة الصح، مو بلازم تكون المشروبات كلها خلينا نقول سكر وحليب عشان
تعطينا مفعول الكافيين، وهل فعليا ممكن يأثر على مفعول الكافيين اختلاطها بالسكر أو بالحليب؟ لا، ما في شيء كذي. أنا من ناحية أنه لو شربتي مثلا لاتي ولا شربتي كابتشينو أنه هذا الشيء رح يأثر على المفعول، لكن اللي يأثر أنه شكثر كمية الكافيين اللي تكون موجودة بهالمشروبات، لأنه مثلا عندك اللاتي يكون أغلبها حليب أكثر من أنه يكون فيه قهوة، فعلى حسب كم يحطون لك هم نسبة الكافيين فيه، فكتأثير ما رح يكون فيه. طيب خلينا نقول آخر وقت مفروض أنك تشرب فيه قهوة عشان تحصل على نوم يعني هادئ. لازم تخلين في بالك دائما أن الكافيين يتم في الجسم ما تقريبا 10 ساعات كتوتل. 10 ساعات. أي. فأنت لما تبين تشربين مثلا مشروب فيه كافيين لازم تكونين حاسبة حساب أن أي ساعة أنت تبين ترقدين على أساس ما يتعارض. في ناس يعني أنا منهم بعد مو وايد يأثر فيني الكافيين لو شربته بفترات متأخرة، يعني بعد أقدر أني أنا أنام، لكن في ناس وايد يكونون حساسين للكافيين، وهذا الشيء على فكرة يختلف من شخص لشخص. في ناس حساسين أكثر من غيرهم، سواء بنتكلم بشكل عام مثلا الناس العاديين أو حتى الرياضيين، لأن احنا بعد نستخدم الكافيين مع الرياضيين علشان نساعد ان احنا نحفز أو نحسن من الأداء الرياضي في بعض الأحيان. فحساسية الكافيين تختلف من شخص لشخص، في أعراض ممكن أنها تطلع عند بعض الأشخاص اللي مش متعودين أنهم يستهلكون الكافيين، مثلا ممكن أنت تحسين طبعا شيء مؤكد الأرق، ما تقدرين ترقدين عدل. شيء ثاني أنه لما يكثرون من الاستهلاك أو لو كانوا وايد حساسين ممكن يجيهم شعور مثل نبضات القلب ممكن أنها تتسارع، ممكن أنهم يحسون برجفة في جسمهم. فهي الأشياء كلها لازم الشخص يحطها أو يأخذها بعين الاعتبار إذا كان من الناس الحساسين للكافيين. وانت تسولفين استاذة قعدت افكر ان في يعني خلينا نقول اطفال حتى ممكن يشربون قهوة على اساس انه اوه يبي صحصح الطفل هذا، فهل في خطورة على عمر معين انه او يفضل انهم ما يشربون قهوة؟ يعني انا ما راح اقول خطورة، لكن بشكل عام هو ما في مو محددين كمية آمنة، مثل لما نتكلم عن الكبار ان 400 ملي جرام في اليوم، فمع الأطفال عادة تحت عمر 18 سنة يقولون أن 100 ميلي جرام كافيين في اليوم، واللي يكونون تحت أعتقد 12 سنة يكون طبعا الأرقام تبتدي تقل من 80 ميلي جرام لين 60 ميلي جرام كافيين في اليوم، فيعتمد على الفئة العمرية. وفي من المشروبات اللي فيها كافيين اللي خلينا نقول صارت ترند أو هبة حاليا الماتشا، فهل صحيح أن هي فيها خلينا نقول فوائد مضاعفة الفوائد اللي موجودة في القهوة؟ يعني هي علشان أن الماتشا تقدرين تقولين أنه فيها خصائص مضادة للأكسدة، فهاي الفائدة اللي ممكن تكون فيها، لكن يعني أنا أشوف أنها هبة أكثر من أي شيء ثاني. إذا أنت تحبين طعم الماتشا مو كل الناس يفضلونه، طعمه مختلف عن الشاي العادي، فإذا أنت كنتي تفضلين الطعم أو تحبينه مو بمشكلة، لكن أني أنا أقعد أنصح الناس أنه لازم يشربون الماتشا يبدلون الجرين أو الشاي الأخضر العادي بالماتشا، ما عندي سبب يخليني أسوي كذي. لازم بعد نحط في بالنا أن الماتشا محتواها من الكافيين أعلى من الشاي الأخضر العادي، تقريبا ضعف المحتوى راح يكون، فهاي شيء ثاني بعد نفكر فيه لما نكون قاعدين نحدد متى نبي نشرب الكافيين خلال يومنا اذا كنا حساسين والى اخره. طيب هل مثلا موضوع حساسية الكافيين من شخص لشخص هذا ممكن يفرق، بس هل يفرق مثلا مع الوقت اذا الواحد متعود انه مثلا يشرب كوبين يصير الكوبين مثلا ما يشتغلون معه، ياخذ يعني كانها يحتاج يرتفع او يزيد في الجرعه؟ فعليا اللي يصير مو بان انت ما راح يفيد معك، لا، بس انت بتصير متعوده ان انت تستهلكين اكثر من الشخص اللي متعود ياخذ مثلا كوب واحد في اليوم، لكن الكافيين متى ما دخل السيستم او النظام او الدم عموما خلاص مفعوله يطلع معك خلال ساعه بحسب انت شنو المصدر اللي اخذتي منه، لان احنا مثلا عندنا ممكن من الشاي والقهوه، ممكن كمشروبات، ممكن حتى في مكملات الكافيين، فيعتمد شنو مصدر الكافيين، لكن بشكل عام خلال ساعه واحده راح يوصل للبيك او اللي هي اعلى نقطه من ناحيه ان انت بتاخذين او بيتشبع بشكل افضل، فبتاخذين انت نتائجه بشكل ممتاز. بس ان انت تتعودين عليها هي كانت فكره قديمه موجوده، لكن الدراسات نفتها، كانوا يقولون ان فعلا انت لما تستهلكين الكافيين مع الوقت انت راح تتعودين عليه ويصير ما يسوي معك شغل. ففي ناس كانوا يوقفون استهلاك الكافيين 100% ويرجعونه بعد مثلا اسبوع او اسبوعين على اساس يرجعون يستفيدون من هذه الفائده، لكن هذا الشيء غير صحيح. انت اي وقت تاخذينه راح تشوفين منه الفائده اكيد، لكن بتصيرين متعوده عليه اكثر. طيب مثلا خلينا نقول اللي يبي يوقف كافيين، الحين طبعا في صار في وايد اشياء جديده، مثلا اللي متعود على طعم القهوه او يحب القهوه
في القهوة الديكاف اللي تعطيك أيوة. طعم بس بدون مادة الكافيين. طيب مثلا خلينا نقول إذا قرب رمضان، هل أفضل أنه مثلا قبلها بش كثر أن الواحد يخفف قهوة؟ يعني هو تعويد بالأول والأخير. موضوع الديكاف بعد أوكي صح أنه يفترض أنه يكون ما فيه كافيين، الصورة العامة أو الفكرة العامة أنه ما فيه 100%، لكن هو يكون فيه لكن النسبة تكون وايد أقل من لما تأخذين مشروب فيه كافيين. فهذا الشيء لازم الناس بعد يركزون عليه، أن بعض الأشخاص ممكن لأسباب طبية يضطرون أنهم يوقفون الكافيين بحسب طلب الطبيب نفسه. فهذا الشيء. الشيء الثاني بخصوص متى ممكن نحن نوقف، تعويد بالأول والأخير. فممكن مثلا لو قلنا آخر أسبوعين، مثلا الأسبوعين اللي يسبقون رمضان، ممكن نبتدي نخفف شوي شوي. إذا أنا متعودة أشرب 4 أكواب أخليهم 3 أكواب بشكل تدريجي لين ما أوصل لكوب واحد. فالمفروض أن هذا الشيء يساعد. غادة، أنا دائما أحب فيك أن دائما ردودك شيء بسيطة ويعني وايد واقعية، عرفتي؟ طيب يقولون أن الكافيين يقلل أو يساعد في خسارة الوزن، صحيح ولا لا؟ ماخذين تعرفين شلون لما أنت تقرين شيء وتاخذينه مثل ما هو لكن هو له تفسير. هذا الموضوع ما يبغى بس الحمل على حد أي شيء يساعد على تنزيل الوزن، لكن فعليا ما عندنا إثباتات تقول إن أنت لو شربتي الكافيين وزنك رح ينزل فعليا. بالأول والأخير اللي يساهم بنزول الوزن إن أنت تكونين مقللة استهلاكك من السعرات الحرارية بحدود المعقول. لو إحنا خذنا الكافيين، الكلام عنه أنه هو يزيد أو يساعد على أنه مثل ما تقولين بشكل مبسط يحرك الدهون الموجودة في مخازنها، يحركها لمجرى الدم. لكن هذا ما يعني أن إحنا راح نكون قاعدين نخسر وزن بهالطريقة هذه. يعني يختلف مثل ما تقولين استهلاك مصادر الطاقة حق مثلا التمرين أو حق يومك بشكل عام، لكن هذا ما يعني أن أنت راح ينزل وزنك فعليا. يعني في دراسة كانت تقريبا قالوا أن لو أنت تبين تنزلين 1 كيلو من وزنك، هذا يعني أن أنت لازم تلعبين رياضة ما يعادل سوري مو تلعبين رياضة أمبلت لعبين رياضة وتستهلكين الكافيين ما يعادل 200 ساعة. فيعني 1 كيلو هذا ما مش بيسوي معنا. فالأساس هو تقليل السعرات الحرارية، لكن ما نقدر نقول إن الكافيين يساعد على تنزيل الوزن كوزن. طيب هل الاستفادة أكثر منه، هل المفروض يكون على معدة خالية، يكون مثلا بعد الأكل مباشرة؟ أيوة معنا أنا دلت القهوة، بذلك القهوة العربية العالم مستمينها طول اليوم ما لها وقت صحيح. أيوة تاخذين الكافيين راح تشوفين النتيجة خلال ساعة تقريبا، فما في وقت أفضل من وقت ثاني. لكن بعض الأشخاص اللي ممكن يكون عندهم مشاكل في المعدة ممكن يقولون لهم لا تشربون القهوة السوداء على معدة خالية، يشربوها بعد الأكل على أساس أنه يقولون أنها قوية على المعدة. لكن صراحة كأثبات علمي أنا ما عندي شيء يخليني أمسك بهاي المزاعم. طيب وأخيرا، موضوع احتباس الماء له علاقة بمثلا كثرة القهوة أو الكافيين أو لا؟ أبدا. أساسا الفكرة الخاطئة المنتشرة اللي تخص الكافيين أنه مضر للسوائل. فتسمعين الناس يقولون لك أنه حاولوا ما تشربون القهوة وايد لأن هذه تسبب جفاف، تجفف الجسم. فهذا الشيء طبعا غلط. الكافيين أو عموما القهوة استهلاك هذه المشروبات بالعكس هو ممكن أنه يساعد على الترطيب أكثر من أنه يسبب أي احتباس أو يسبب إدرار مبالغ فيه للسوائل وغيره. مرة ثانية هذا الشيء بعد يعتمد على إيش كثر أنت متعودة على استهلاك الكافيين. عادة لما أنت تشربين كمية كبيرة من الكافيين تتعدين 400 ملغ بجرعة واحدة، هني ممكن أنه يصير مفعول الكافيين مضر للسوائل. فإحنا مو قاعدين نتكلم عن احتباس، قاعدين نتكلم عن مشاكل تتعلق بإدرار السوائل بشكل مبالغ فيه. شكرا غادة موسوي أخصائية التغذية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، شكرا على وجودك معنا. ومشاهدينا بما نحن نتسولف عن القهوة فخلنا نشوف معاكم تقرير عن القهوة العربية ولا نعودة. في قطر تتربع القهوة العربية على عرش الجود والكرم والضيافة، وهي تتخطى كونها مجرد مشروب ساخن، فهي مرتبطة بشكل وثيق بالتراث العربي والخليجي على وجه الخصوص. فكانت القهوة شريك كل تفاصيل حياة الخليجي والقطري قديما، بها يبدأ يومه ويستقبل ضيوفه ويكرم زواره، شاركته في الأفراح والأحزان، في الوحدة والثمرات والتجمعات، كانت عنوان الكرم والأصالة، وفي حضرتها تعقد الاتفاقات وتحل النزاعات وأعصى المشكلات.
كان للقهوة أدوات خاصة وطرق في الصنع وطقوس في الإعداد وتقديمها للضيف وأيضا لمن يشربها، وكان صاحب البيت يصنعها بنفسه أمام ضيوفه كنوع من الاهتمام والتكريم. وبرغم التغيرات التي طرأت عليها سواء في الإعداد أو التقديم، لم تتغير مكانتها ولم تتراجع علاقتنا بها، ولا تزال هي أصل الضيافة، ولا يكتمل إكرام الضيف إلا بها. ومع القهوة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. شكرا على طيب المتابعة، وسألنا الحلقة بكرة برأيكم هل نحتاج أن تكون لدينا ثقافة عامة أم لا، ولماذا؟ ننتظر ردودكم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة ريان، ونشوفكم إن شاء الله بكرة مع مواضيع جديدة، وفي أمان الله.